قصور نطلب ثرى. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين النجبا يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ولهفتاه على ابن بنت محمد ماذا يقاسي من قديم ضغوني. نبذوه والقرآن خلف ظهورهم واستعملوا الشورى وكل خوني. هجموا عليه فاستبيح حريمه وهو المنيع حما ولث عريم. طعنوه لا طعنت قنا بأس لهم في خنجر فانهار خير طعيني ما زال مضطهدا يقاسي منهم محنا تطبق سهلها بحزوني حتى قضى صبرا بسم جعيدة في أمر ملتحف الضلال. أفيني متنخعين قطعا له في الطشت من كبد لها قد ذاب قلبه الديني. قم وانعى للزهراء مهجة قلبها الحسن الزكي بزفرة وحنين واكتم حديث الطيش عنها إنها أخشى انخلاع فؤادها المحزون. على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد واحد في المدينة وتفرقوا عنك وصار الشمل تبدين واحد من جعيدة قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندش وقبر حسين وين حطوا يا
زهر اليوم في دارك عزية بالدار ناصبها غريب الغاضية وانتي يا زهرة بالصفا ليتش يا زهر اليوم حالة تنظرين ليتش تشوفين الحسن في صدر الحسين مسند لعد صدره ويجري مدمع العين والكل منهم قابض الثاني بلي ويقول أمر كون الباري عليه ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لفرج وسلامة مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال صلوا على محمد وآل محمد الحديث الليلة وقفة حول وقفة مع ألقاب إمامنا الحسن الزكي المجتبى. في البداية أقدم مقدمة لمعرفة أهمية تلك الألقاب والمناقب. النبي الكريم صلى الله عليه وآله أعطى مناقب لبعض أهل بيته وأعطى مناقب وألقاب لبعض أصحابه. وإذا فتشنا في هذه الألقاب وفي هذه المناقب نجدها أنها عبارة عن سعي النبي الكريم صلى الله عليه وآله لحفظ الحق، أراد أن يوظف ألقابا ومناقب لنصرة الحق أمام تشويش الضلال، وهذا ما سنجده في الأمثلة التي سأذكرها. المثال الأول ما رواه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد أكثر من رواية بل في بعضها أخذ بيد ابنته فاطمة وخرج بها في سكك المدينة بكامل عفتها وسترها، من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرفها هذه فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله، وعطاها المنقبة بعد ذلك. شنو المنقبة؟ أن رضاه في رضاها، سخطه في سخطها، ثم سخط الله تبارك وتعالى في سخط فاطمة ورضا الله في رضا فاطمة. هذا مو عملية اعتباطية، هذه عملية أولا الله شكور، شكر الزهراء لأنها كلما أصبحت وأمست همها رضا الله فشكرها الله وجعل رضاه في رضاها.
هذا يوم القيامة تنكشف الحقائق، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكل راض بالآخر. والزهراء ما يرضيها يرضي الله، وما يرضي الله يرضي الزهراء. هذا المنصب، هذه المنقبة لها دور تاريخي، لأن هناك تشويش للضلال. هذا التشويش لأن كذب، حبل الكذب قصير، ما سمعتون يا كذوب كن ذكور، لأن اللي يكذب الكذبة ينصاد، ما وكذب كالكذبة لوازمها مو ملتفت لها، ما ملتفت فينصاد. أنا جبت مثال قبل كم سنة، ذكرون لو أغيب عن الشغل ويوم ثاني ما أشتاق، أمس مريض والله ما قدرت أقوم الحمام، شوي أنسى أقول صحي فلان يسلم عليك، وين شايف إن أمس شفته في المكان الفلاني، أمس مو أنت مريض تروح الحمام، أو ها لا أو بعد أنا أدري كذبتي أن أمس مريض، بعد اللوازم مو ملتفت لها. فالله يفضح الباطل لأن الباطل زهوق، فهناك تشويش للضلال أمام الحق. كلمات النبي صلى الله عليه وآله تفضح ذلك. فلما الآن يجي صحيح البخاري، وهو من أفضل الكتب عند إخواننا أهل السنة والجماعة، وينقل أن فاطمة ماتت وهي واجدة على فلان أو فلان، يعني تعرف هذا الدور التاريخي. بعض الشباب يقول شايف الإمام علي قاعد في الدار وزوجته هي تروح تشوف اللي جايين منه، مو يعدل، المفروض هو غيور هو يقوم. هذه نظرة سطحية للموقف، نظرة أن الإمام علي قاعد ومن يجي رجال قامت الزهرة، مو كذي القصة يا جماعة، مو كذي. هذا اللي جايين جايين استهداف الحق علي بن أبي طالب. زين، فقامت هي لأن كل المسلمين عندهم معرفة أن هذه إذا سقطت الله يسخط خلاص، فلازم هذه ما تسخط. فلما جاءوا وجاء الأمر، وإيش قالوا الجماعة؟ إن في الدار فاطمة، يعني إحنا عدنا في رأسنا أن النبي صلى الله عليه وآله يقول رضا الله في رضاه، شلون يجمع عليه؟ شوف هذه المعلومة، وقولة لفلان لعلي قالها كذا إيه إلى آخره، وبنت المصطفى فيها، يقول الشاعر المصري وبنت المصطفى فيها. إذن هذا الوجود، خروج الزهراء وراء الباب بسترها، لم تكن لأجل فتح باب، وليس لأجل أن تكلم رجالا، بل لكي تعلن سخط الله بسخطها، ولا شرعية لمن تسخط عليه الزهراء. لهذا سعوا إلى إرضائها لأجل كسب شرعية، طلبوا أن يزورونها رفضت. جول الإمام علي واستأذنها وجابهم، أعرضت بوجهها، سلموا، ما في رد، رد السلام واجب لكن هني حرام، لأن هني رد السلام إعلان السلم، وهي ما عندها سلم، هي تقول أنا ساخطة، الله ساخط، ما يصير أعطيهم شرعية برد السلام. ما ردت السلام وقالت لأدعون عليك في كل صلاة أصليها. فاضطر البخاري يسجل الحدث، يقول ماتت فاطمة وهي واجدة. عرفت الآن من قبل الزهراء لها توظيف من قبل النبي صلى الله عليه وآله لحفظ الحق. هذا مثال. مثال ثاني، المثال الثاني أبو ذر. إذا اجي إلى بعض المسلمين عندهم أفضل الصحابة الخليفة الأول، ثم الخليفة الثاني، ثم الخليفة الثالث، ثم الخليفة الرابع، عقب الرابع أنا ما عندي في رأسي معلومة من هو أفضل الصحابة، لكن بحسب التسلسل الخليفة عثمان أفضل من الخليفة علي بن أبي طالب، هذا بحسب بعض المسلمين صح؟ الآن عندنا أبو ذر اعترض، واعترض وعوقب على اعتراضه، وودوه إلى الشام واعترض على السياسة مو على موقف، على أصل السياسة، سياسة التفاوت في العطاء وغيره، على أصل التصرف في المال. فهنا اعترض وهناك اعترض. الآن يجي النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يحصل هالموقف بعشرات السنين ليقول ما أظلت السماء الخضراء، يعني السماء، ولا أقلت الغبراء الأرض، على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أبو ذر خذوا مني أنا رسول الله الصادق، وإيش ما يقول صادق.
فيوم اللي يعترض ما حد يقول هذا فوضوي، هذا ما يسكت، هذا المفروض يسكتونه، لا، هذا لا يقول إلا صدقا. فالنبي صلى الله عليه وآله حفظا لعدالة التوزيع النبوي ورفضا لتغيير ما عليه أصل الدين، عطى أبو ذر، وأبو ذر صدق صادق، وقام ووظف هذه المنقبة للدفاع عن الحق. هذا اثنين. مثال ثاني، مثال ثالث، في صفين جاء خصم علي وقال إني جئت لأخذ الحق والقصاص من قتلة الخليفة المظلوم، وإحنا جايين وعلي دافع عن القتلة، فإحنا جايين مع الحق وعلي هو اللي يدافع عن القتلة، فإحنا على الحق وجاي بآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسوف في القتل، أنا أموي والخليفة المظلوم المقتول أموي، أنا جاي أخذ حق القصاص، وهذا علي دافع عن القتلة. واستأسدوا عشرات الألوف من جيش الشام وقاتلوا قتالا شديدا لأنه يحمل لهم الآية ويقول احنا جايين ندافع عن المظلوم، وايش صار؟ قتل عمار النبي صلى الله عليه واله قبل عشرات السنين اعطاه منقبه، قال عمار تقتله الفئه، ما قال اللي اجتهدت فاخطات، مو هذا علي اجتهد واصاب وهذا اجتهد واخطا، لا تقتله الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. قبل أعطاها الوسام يتوظف في سبيل نصرة الحق. لهذا الله يقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، والنبي طبقها يقول فئة باغية بغت، مو جاهلة، تدري، مو اجتهد فأخطأ، يدري. عرفت شلون المناقب اللي النبي يعطيها تتوظف شلون؟ انجي حتى على مستوى الأئمة، في زمن مولانا السجاد عليه السلام صارت المدينة المنورة كما أشرت في مجال السابقة محل الطرب والرقص، المغنية المشهورة يودونها المدينة والخمور علنا. فالإمام السجاد اضطر إلى أن يبرز شيء من عبادته ليفتح الأبصار على لذة تفوق لذة المعصية، إن كان للمعصية لذة، وقام يظهر شيء من عبادته في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ويظهر شيء من عبادته في مكة. هالسيدة هو ما عنده تزكية بيقول هذا مرائي، شوف يصيح قدام الناس يسوي كذا ويسوي كذا، مرائي. لكن التوصيف جاء من قبل لا يولد الولد الميمون. يا جابر اسمع الرواية، يولد لابني الحسين ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين. هذا يوم القيامة انكشاف الحقائق، هذا عبادة لله، هذا سيد العابدين يوم انكشاف الحقائق، مريا، ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين، يقوم هو، عنده شهادة توصف عبادته قبل لا يولد، فوظفها لأخذ الناس نحو الحق. ترى الإمام السجاد لو تفتح ملف الدعاء ماله مدرسة أخلاق، يعلمنا بالدعاء، ها دعاء مكارم الأخلاق، يعلمنا حتى في الجبهات دعاء أهل الثغور وش المفروض نكون، واجد مدرسة، يعني مدرسة معرفية، بس الناس للأسف مين من فتحها لها المدارس، لو يحقرون شرح الصحيفة السجادية يشوفون علوم كنوز. أحد علمائنا ودها الكنيسة رواها بعض كذا، قال هذا كنز، عندكم كنوز في العلاقة مع الله في الدعاء. انجل الإمام الباقر، الإمام الباقر هو أول إمام عنده فرصة يبلغ للتشيع، لأن جاء في زمن شيخوخة الدولة الأموية، فكان يدعي دعاوى صعبة، يقول شرقة غربة إن العلم ها هنا، كل اللي عند غيرنا مو علم، العلم عندنا، ويقول يوم اللي أقل أكلمكم بكلام فسألوني أين هذا من كتاب الله، اتحدوني جيبوا لي، يقول لي طلع الكلام هذا، طلع عليه آية تشهد بصحة كلامك، وسئل وأجاب.
لهذا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. مو عندي أنا هو الباقر، حتى الشرائع السابقة في بعض كتب السماء سمته الباقر لأنه يبقر العلم بقرة. فاللي يقول من دعوة عنده علم الكتاب صدق، والنبي قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما. فهذه ألقاب توظف لنصرة الحق في وقتها، مو مجرد مدح عابر هكذا. ها ماجد مساحات أنا فوق أشوف. ها رحم الله من ذكر القائم وقام مصليا على محمد وآل محمد فاسح المجال. حياكم للأمام. حصلنا ثواب نورك. الآن نجي إلى صاحب الليلة الإمام الحسن. قبل لا نفتح ملف اسمه وألقابه، خلينا نتعرف على من ترصد لظلمه. واحد، الأمويون، وهذا بعم من نافلة القول أن نتكلم عن ظلم الأمويين لشخص الإمام الحسن في حياته وبعد استشهاده. واضح هذا قنوت، كان 80 سنة قنوت بشتم ولعن علي والحسن والحسين. 80 سنة ما يحتاج نطول في النقطة. 2، جماعة الثانية الزبيريون. زبيريون شنو؟ عبد الله بن الزبير يصلي جمعة، صارت عند الخلافة فترة شهور بعد هلاك الخليفة الأموي الثاني، بعد هلاك يزيد صار هو الخليفة يعني بدعوة في الحجاز، بس مو كل البلاد الإسلامية انقادت له، خرجوا عليه المروانيون قتلوا، ما طولت دولتهم. بس في صلاة الجمعة ما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله: اللهم صل على عاتبوه ما تصلي على النبي. قال قوم تشرأب أعناقهم، يعني بني هاشم، أنا الشرعية ما عندي، إذا هي موجودين أنا النبي إحنا أولاد عمته، هذا أولاده، فما يقدر ما يقدر يصلي على النبي في محضرهم. هذا ومصعب قتلوا المختار اللي خرج لأخذ الثار وتسيطروا، ثم جاء المروانيون وقتلوهم. دولتهم ما طولت الزبيريون، لكن في تلك الحقبة أكثر المؤرخين لتلك الحقبة من الزبيريين. وش تتوقع؟ استلموا شخصية الإمام الحسن. هذا 2. الجماعة الثالثة العباسيون. العباسيون كانوا مع أهل البيت في طرف المعارضة للأمويين، وهذا أبو جعفر المنصور بايع لواحد من أحفاد الإمام الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن، النفس الزكية يسمونه، بايع عليه بالخلافة. هذا العباسي بايع لمحمد بن عبد الله نفس الزكية، ثم جت الثورة من الخراسان واخذوا الخلافة بنو العباس. الآن عندهم عقدة. وش العقدة؟ شلون احنا شرعية على ان النبي وادعمنا؟ احنا العباس جدنا عم النبي، وهذا لين أولاد النبي. ما أنت شفت لما وقف هارون يسلم على النبي فقال السلام عليك يا ابن العم، قام موسى الكاظم وقال السلام عليك يا أبتي أو يا جدة. هذه لها معنى، هذه مو قضية، هذه تعرض للخطر، لكن هذا يريد يضفي شرعية أنه امتداد للنبي وادعمهم النبي. فقام الإمام وألغى الشرعية. وحمق، شلون تقول لأبوك
قال لو بعث النبي من قبره وخطب ابنتك زوجك له ولي الفخر. قال أما أنا فلا أزوجه ولا يطلبها لأنها ابنته. عجدها. فإذا يا حبيبي هذه المسألة لما صاروا بني العباس خلفاء أكثر الثورات كانت حسنية مو حسينية، حسنية من أولاد الحسن. شو نسوي لهم دليل؟ ما في إلا نطعن في لياقتهم. شوف أبو جعفر المنصور أمر أتباعه وش يقولون للحسنيين. اسمع، إن أباكم يعني الحسن ما كان بالرجل، شوف الظلم، وخدعه فلان اللي في الشام بأن جعله في العهد في اللي صار بينهم الهدنة، مو صلح، الهدنة أدق، بأن جعله ولي عهده وأعطاه مالا. هاي نقطة المال، كان خان المسلمين سلم أمرتهم وأخذ فلوس وراح لحياته الخاصة في البدخ، وأعطاه مالا ثم لم يفي به، يعني يخدع بسرعة. وأقبل الحسن بعد ذلك يتزوج النساء ويطلقهن، متونس بالنساء بس. هاي جدكم، أنتم ما تصلحون، ما تصلحون للخلافة، هاي جدكم. فاشتغل العباسيون على الحسن لكي يسقطوا حركة أبنائه في ثوراتهم على الأمويين. أما الجماعة الأخيرة فهم المستشرقون، وعلى رأسهم المستشرق البلجيكي لامنس. هذا طبعا يستشهد بكلام العباسيين ضد الإمام الحسن، لأن هذا في الواقع راهب في الكنيسة، فصار مستشرق وصار يطعن في الإسلام ويطعن في أهل البيت بالدرجة الأولى، لأن يعرف أن عزة الإسلام بأهل البيت عليهم السلام. فإذا نحن عرفنا الآن الإمام الحسن مستهدف. قبل لا أروح للتهم الموجهة، عرفنا أن أكثر من جهة استهدفت الإمام، فقيل أنه ظلم في حياته وفي مماته صلوات الله عليه. أنا بتكلم باختصار عن ثلاث تهم. التهمة الأولى ويذكرها حتى طه حسين، أن الحسن كان عثماني الهوى، يرى أن الخليفة مظلوم وأن الإمام علي ليه في قتل عثمان. هذه مشكلة. طبعا في روايات أن الإمام علي أرسل الحسن والحسين لحفظ عثمان، أرسل. الإمام علي ما كان يدافع عن السياسة القائمة، الإمام علي كان يقول بعد قتله بتصير مصايب وفوضى في العالم الإسلامي أكثر، يعني مصيبتنا بالقتل أكبر من الموجود، وهذه مشكلة ما يفهم الجماهير. إذا المرجع يوم الأيام يوقف حركة مثلا في بعض البلدان يقول لهم ما تعالج الأمور بهالطريقة من العنف والفوضى، يقولوا هاي دافع عن الفاسدين. ما يفهمون الحقيقة أن إذا رحنا في الاتجاه ما ندري وش يصير. إذا الشعب بعض الدول الخليجية، العراق مثلا مسلح الشعب، تخيل لو ينفلت، وهذا يقتل وهذا يقتل، وش يصير؟ من يقدر يسيطر؟ فإذا المرجعية تقول لا مو بهالطريقة يعملونها، شنو؟ تدافع عن المفسدين، مع أنه تكلم وقال مجرب لا يجرب، وتكلم وتكلم. دي مشكلة عندنا، أن القيادة الواعية قد لا يفهمها الجماهير، فيطعنون في موقفها الذي كان حرصا على أهداف الإسلام العامة. الآن الإمام علي أرسل الحسن والحسين لحفظ الخلافة، إذا قتل الخليفة اللي بيجي بعده بيجرؤون عليه، جاء علي بعده وتجرأت الأمة عليه وقاتلوا وفعلوا وفعلوا، فكانت مصيبة أكبر. خلينا الآن نرجع، هناك من يقول إمام الحسن ضد علي في النقطة، يعني يرى أن الخليفة مظلوم وأن علي له دور في ذلك. هذا واحد. التهمة الثانية أنه تنازل ليتفرغ للنساء. التهمة الثالثة أنه مو بس تفرغ، أكثر من النساء يطلق ويتزوج. هذه الخطبات تكلموا عنها، بس أنا بتكلم من بعد آخر. خليني أول أبدأ بمناقب الإمام وأسمائه، على أساس كما قدمت المقدمة أن نفس المنقبة أو الاسم يدافع عن هذا الشخص في ظلامته. أول شيء نبدأ بالاسم. الرواية ترويها أسماء بنت عميس لما ولدت الزهراء بالحسن، لفته، هذه هي موجودة أسماء، لفته لعلها هي اللي لفت الحسن في قماشة صفراء،
جاء النبي طلب ولده الحسن فرحان به، شاف في قماشة صفراء نهاهم عنها بدلها بيضاء، فقال لعلي: ما أسميت ابنك أو ابني؟ وش سميت ولدنا؟ قال: ما كنت أسبقك يا رسول الله، أنا ما أتقدم عليك. فالنبي قال: وأنا ما كنت أسبق ربي بذلك. فنزل جبرائيل. شوف الرواية، أنا اختصرتها هنا بقرأ نصها. فجاء جبرائيل وخاطب النبي الكريم صلى الله عليه وآله: يا محمد صلى الله عليه وآله، علي منك بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدك. انزين، فسم ابنك باسم ابن هارون. قال: يا جبرائيل، وما اسم ابن هارون؟ قال: شبر. قال: وما شبر؟ وش معناه بالعربي؟ قال: الحسن، فسماه الحسن. وفي بعض الروايات قال: اسمي عربي، لساني عربي، فترجم إليه الحسن. فالآن أنا في العشرة أول ليلة أخذنا عن النبي يحيى، عن تسمية النبي يحيى. وش قلت في ذاك المجلس؟ قلت: أنا أسمي ولدي طاهر، ولازم يصير طاهر القلب، أسمي حليم، ولازم يصير حليم، صح لو لا؟ أتمنى، لكن إذا الله سمى مخلوق اسم، هذا الاسم يصل إلى ما يريده الله أو لا؟ الله بالغ أمره. فإذا سمي الحسن حسنا لا قبح فيه ولا نقص في شخصه ولا شخصيته، كامل. فنفس تسمية الله له بهذا الاسم تزكية، خلاص تهينا. لكن مع ذلك في رواية ثانية، الرواية تقول، تتكلم عن تسمية الإمام الحسن عن رسول الله: سمي الحسن حسنا لأن بإحسان الله قامت السماوات والأرضون. شفت السماوات والأرضون؟ الله يقول: ارجع البصر كرتين، هل ترى من فطور إتقان؟ هذا الحسن، هذا الحسن، ارجع البصر كرتين، ثلاث عشر في شخصه، لا ترى من فطور. كرتين يعني مو مرتين، يعني مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، هكذا. فقعد طالع في كل ما طعن به الحسن تجده كذبا، وإما هو كذب أو هو ليس طعن، هو مدح، لكنهم يطعنون بالمدح. فهذا اسم الحسن ينزهه. انجل من قبل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذه منقبة. مو تقول لي لا النبي لأن أولاده بوديهم الجنة وإياه بيصيرون سادة، لا، الجنة مو كذي، في شفاعة، يدشون الواحد العاصي الجنة بالشفاعة، مو يخلون سيد شباب الجنة بالشفاعة. شلون يعني؟ يعني الشفاعة الجنة كلها شباب، فسيد شباب جنة يعني من سادات الجنة على الناس كلها، ما في شايب، شايب يرجع شباب هنا. وبالتالي يوم القيامة، يوم انكشاف الحقائق، فإذا كان الجنة المعيار فيها الأكرمية والأكرمية بالتقوى، فمن يكون من سادات الجنة هو من سادات الأتقياء في الدنيا، والحسن منهم، حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. شوف، أحسن، فارجع البصرة، هل ترى من فطور؟ طلع لي دي كرتين في آية ثانية، خلنا نجيبها بعد، الكرتين في بعد آية ثانية، ها؟ خلينا نسمع الآية، ها؟ شلون؟ خاسئا وهو حسير، يعني ما في فطور، انتهينا إن ما في فطور. فالإذا إمام الحسن جزاك الله خير شيخ فاضل، إن شاء الله دائما إذا أقرأ في المجلس أنت قدام. على كل حال، انجي الآن إلى الحسن والحسين، إمامان قاما أو قعدا، يعني شنو؟ بعد لا تقول ليش صالح هني هذا، ليش يبغى يتفرغ للنساء، هذا توصيف خاطئ لدور الإمام. فالإمام أمامه مصلحة الإسلام، مصلحة الإسلام العليا قدامه، لا يشد عنها، يوم قاتل يوم هادن، كما كان النبي صلى الله عليه وآله، وكما كان علي عليه السلام. هذه التهمة الثانية. والثالثة الآن احنا جينا للألقاب، دشينا في الألقاب، هسه من ألقابه الزكي. الزكي يعني لا يشوبه شائبة، نقي طاهر. المجتبى يعني الله اجتباه واصطفاه، الله لا يصطفي إلا الكامل اللائق بالمنصب، فهذا الحسن عليه السلام.
وبقية الألقاب أخاف أطيل فيها. الآن خليني أدخل في نهاية المجلس إلى شوية تفصيل في التهم. أول تهمة أنه عثماني الهوى. ترى في ناس خالطين بين الحسن البصري والحسن الزكي. في مواقف للحسن البصري فهموها الحسن الزكي وقالوا عثماني الهوى. ذاك غير، هذا غير، ذاك شو يسوي؟ هذا تاريخ يكتب بهالطريقة. خليني أجيب ستة أمور من التاريخ. إحنا الآن يكفينا أن الإمام معصوم، أن هاي التهم كلها باطلة، لكن مع ذلك إذا أردنا أن نتكلم بلغة غير العقيدة، بلغة التاريخ، أيضا التاريخ يكذب هذه التهم. فلنبدأ بست أمور ترتبط بتكذيب عثمانية الإمام الحسن. أول نقطة أن الإمام علي لما أراد القتال في الجمل طلع أيام الحجاز مئات، ما وصلون ألف، كيف يقاتل جيش كبير بمئات؟ ما لنا الكوفة، الكوفة فيها أبو موسى الأشعري يخذل الناس. شلون يخذل الناس؟ فتنة فتنة، لا أحد يخرج، لا أحد. فأرسل علي ثلاثة، الحسن ابن وقيس ابن سعد وعمار ابن ياسر، وجاء الإمام الحسن وخطب وحرك الألوف، عشرات الألوف خرجوا، ألوف خرجوا مع الأمير المؤمنين وانتصر بهم. هذا الحسن اللي خطب فيهم اللي استنهضهم. هذه رقم واحد. رقم اثنين، في الجمل قام أحد شخصيتين في الطرف الآخر اللي هيجوا الناس، اثنين من الشخصيتين، واحد منهم مو نسيب أهل البيت، الثاني قام يتهم عليا أنه اللي قتل الخليفة عثمان. شو نسوي بعد؟ ايه، فقام الإمام الحسن عليه السلام وخطب وبين أن الذين حرضوا على الخليفة عثمان هو فلان وفلان، أنت وأنت. خطبة الإمام الحسن في الجمل، أي اثنين ثلاثة. على مستوى موقع العسكري الإمام الحسن في الجمل، الرواية تقول كان الحسن قائد ميمنة جيش أمير المؤمنين. الإمام علي ترضى في القلب، عندنا ميمنة ميسرة، الميمنة يقودها الحسن. انزين، الرواية تقول أن الإمام علي أعطى ولده البطل. منو البطل؟ محمد بن الحنفية، جسم، عنده جسم، أعطى الرمح وقال له روح اطعن الجمل، لأن إذا وقع الجمل ننتصر إحنا، يعني ينكسر الجيش الآخر، فأريد منك تروح تطعن الجمل. فجب رمح وحاول وحاول، بنوا ضب ما خلوه يوصل للجمل، ورجع مو قادر. من رجع الإمام حسن أخذ الرمح منه وراح، ما جل بالدماء على الرمح، دماء الجمل على الرمح. الإمام حسن، الرواية تقول فتمغر وجه محمد، يعني ضايق، أنا فشلت وأخوي نجح. فالإمام علي يقول التفت إلى محمد وقال لا تأنف فإنه ابن النبي وأنت ابن علي. ترى يعني اللي جاك مني هذا عندهم عرق أقوى، هذا النبي، وما علي لا تلميذ محمد، عبد محمد صلى الله عليه وآله، هكذا في الرواية. الأمر ها؟ إيه، بس مع ذلك ولد النبي غير، ما نحب محمد بس إذا جاء الحسن والحسين على الرأس. إيه، نجي إلى الأمر الرابع، في صفين. في صفين أي معضلة؟ الحسن الحسين قدام، شاعر يقول إن اللذين تقدما يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلائي. يوصفهم التوصيف قدام. في الرواية أن الإمام علي قال املكوا عني هذين الغلامين فإني أنفس بهما على القتل. ما أريد يموتون، مو لأن أولاده، مو لأن أولاده. شوف تعليله، ألا ينقطع بذلك نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. شافهم قدام، لو هم لو هذا الحسن عثمان الهوى بيكون في المخاطر قدام يدافع عن واحد لا يؤمن بسلامة موقفه؟ لا طبعا. انجل الإمام علي وش يوصف الحسن؟ أما بعد فإني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. ها
هذا الأب. انجيل الولد وش علاقته الأب؟ شلون يوصف والده؟ لما استشهد أمير المؤمنين وقبضت روحه قال لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون بعمل لا نبي ولا غيره، ولقد كان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله فيقيه بنفسه، ولقد كان يوجهه برايته يقول انطلق فيكتنفه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلا يرجع حتى يفتح الله عليه، ما يرجع إلا بالنصر. هذا جبرائيل على يمينه، ميكائيل على شماله، اللي يقول عن علي هكذا تقول عنه يخطى علي ويقف مع شخص آخر، خزعبلات، لكن التاريخ للأسف كتبه هؤلاء. أما بالنسبة لتفرغه للنساء وترك، يكفي أن تعرف أن الطرف الآخر اغتال الحسن بالسم عدة مرات، نجحت الأخيرة مو أول مرة لخطورة موقف الإمام، مو مشهور بالنساء. إذا تتكلم عن عبادته كان إذا توضأ، ذكرته في سنوات ماضية، إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك فقال حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. يحج ويحرم مسجد الشجرة، مسجد الشجرة احنا نحرم فيه إلى مكة 6-5 ساعات، من نوصل بتريحون؟ قال لا بنطوف بنفتك من الحرام. هذا الإمام الحسن يمشي 19 يوم، 21 يوم ياخذ مشي صوبه، مو مستعجل، يمشي ويلبي، يمشي بعض الأحيان مو بس ماشي، حافي. الرواية تقول إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته، فمشى 20 مرة من المدينة على رجليه. طبعا في بعض الروايات وفي بعضها كان حافي القدمين. هذا مسألة عبادته. صلحه ما كان يبي يتفرغ كما يقولون، صلحه لعلمه لو خاض المعركة لاستؤصل الوجود الإسلامي الأصيل المتمثل في الحسن والحسين وشيعتهم، يستأصل. فليس كل موت انتصار، فهناك انتحار. الحسين انتصر، من لحق باستشهد ومن لم يلحق لم يدرك الفتح، فاستشهاده فتح. أما الحسن لا، يقول إمامنا الباقر والله للذي صنعه الحسن بن علي كان خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس، لأن حفظ الإسلام الأصيل. من ألقابه كريم أهل البيت، مو يقولون طلب مال ينبي فلوس ويروح يتونس. الإمام الحسن لما طلب مالا؟ طلب مالا لأن بعد الهدنة الآن مو بيده بيت المال، وآلاف الشهداء في صفين، آلاف، عشرات الآلاف قتلوا في صفين، شهداء آلاف، عوائل، وفي الجمل عوائل، هاي الشهداء وعوائلهم، غير اللي يعرف أنه يحب أهل البيت سيقطع رزقه. شوف الرواية، في 41 أمر الخليفة من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فاقطعوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من ديوان أعمالي، ما لي رزق شهري ولا سنوي ولا شيء. فالإمام الحسن طلب 1000 1000 من دار أبجر حتى يوزعها على عوائل الشهداء وعلى الذين سيحرمهم ذلك الطرف. ولهذا الإمام الحسن سمي كريم أهل البيت، خرج من ماله مرتين، يعني عاش من الصفر، كل اللي عنده بيته ثيابه أكله كل شيء في سبيل الله، وبدأ من الصفر مرتين، وثلاث مرات ناصف الله أمواله حتى نعاله وحدة له وحدة يتصدق به، لو اللي يبيعون وحدة يبيعون ثنتين. هكذا الإمام الحسن يفعل لأجل الناس. أما الزواج الوقت انتهى، زواجه هذه مسخرة. شلون مسخرة؟ أنا ما أتكلم في الروايات وضعفها، بس يعني الحبكة مين كلش راكبة. شلون؟ واحد الآن يقول لك الإمام علي ركب المنبر وقال لا تزوجوا ولدي الحسن فانه مطلق. في دمتك ليش تروح تكلم الناس؟ كلم ولدك، ولدك يطاوعك، يجي يخطب في الناس لتزوجونه. كلام، تعال الى عدد الزوجات اللي قالوها. واحد قال 70 زوجة،
واحد معتوه آخر قال 150، معتوه أكبر قال 300 زوجة. أنت تقول الزواج في الكوفة هالعدد، هو كم بقى في الكوفة؟ الإمام علي صار خليفة، قيل أن خلافته 4 سنوات و9 أشهر، وقيل 5 سنوات و3 أشهر، والإمام الحسن خلافته بعد أبي شهور وبعدين رجع المدينة، يعني ما توصل 6 سنوات. هذه 6 سنوات الإمام مو قاعد كله في الكوفة، إذا طلعوا لصفين يأخذون شهور، متى يوصلون ويقعون والحرب تستمر ومتى يرجعون، شهور وتفرغ للزواج. غير الجمل في البداية، تعال الآن للفقه. الفقه يسمح الواحد يزوج كم؟ ما 4 أزيد في نفس الوقت ما يصير. خلنا نقول مام حسن زوج 4، كم بيقعد يام الأسن؟ بيطلق أقل شهر. إنزين قعد شهر طلق الأربع، بيأخذ 4 جديدة. ما يصير يتزوج عندنا في الفقه إلا إذا طلعوا 4 من العدة، ما يصير يتزوج جدد إلا إذا خلصوا 4 هم العدة، بعدين يتزوج 4 جدد. إنزين العدة 3 أطهار، تأخذ في متوسط 3 شهور، هي طبعا قد قل قد زيد، قول 3 شهور. 3 شهور صار ما أخذنها 6 شهر وطلقها 3 شهور، 4 أشهر ما يقدر إلا بس 4. إنزين تالي تبدأ 4 جديد يبون 4 أشهر، ما تخلص هالعدد الفلكي اللي ذكره، مين ما تركب؟ يا بتركب يا كذوب كن ذكور. الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. شوف الدفاع، مجريات التاريخ تكذب ظلامة، يعني تكذب الظلم الذي يفترى به على المؤمن فضلا عن المعصوم عليه السلام. خوان كفور، لا خوان. انزل انجي الآن إلى الأولاد. الإمام الحسن مو عقيم، مو عقيم. الحين إذا واحد يتزوج 70 وهو مو عقيم، لا أقل ما منقول كلهم بيجيبون له نصهم 35 ولد. إذا تزوج 150 نصهم 75، 300 150، كم أولاد الإمام الحسن؟ واحد من علمان راح يدور يدور في الأسماء كذا، حصل على الإمام عنده 12 ولد و5 بنات، يعني المجموع 17. أنا في جد حفص عندنا ناس من مرأة واحدة 19 حمل، من واحدة 19 حمل، مو بعد تجيلة ذاك الزمن، يعني أحي في موانع موانع دلوقتي ما في موانع، 19 حمل من واحدة، هذا الإمام 17 من 70 مرأة، ما يدشل. انجي لأبوه أمير المؤمنين في اعتداد أولاده، ناس يقولوا 22 وناس يقول لا الإمام علي عنده 28 ولد، فأزيد من الحسن. أما إذا نروح للموسى الكاظم عليه السلام وشوف الناس كده يقول موسوي موسوي، الإمام الكاظم 36 ولد، ومع أنه كان مسجون فترات لكن مع ذلك عنده 36 ولد، أزيد من الإمام الحسن تقريبا بس من الضعف، يعني ضعف 17 17 34، هذا 36 36. فالقضية أصلا بدون أن نحقق في الروايات ومشاكل ذلك، من بعيد أنت تستطيع تنقض هذا. لكن للأسف أنا الآن جيتي قبل لا أدخل ماتمكم عقب مجلس الأول سؤال بالواتساب، هل يعني الإمام حسن صحيح متزوج 50 امرأة؟ يعني للآن الكلام يتناقل يمينا وشمالا للمساس بهذا الشخص العظيم. إذن اتضح أن ألقابه وأسماء تنزهه والتاريخ ينزهه، لهذا لما مات استشهد رواية تقول لو سقطت إبرة لما سقطت على الأرض من كثر البشر الذين خرجوا لتشييعه. حتى تعرف ليش الطرف الآخر دس السم أكثر من مرة، لأن وجود هالرجل العظيم لو كان مشغول بالنساء ما يخوف، بالعكس هذا يخلي الطرف الآخر لا سمعة وده ما لي سمعة، لكن وجود هالإنسان الطاهر لوحده وجوده يمثل مشكلة شرعية للطرف الآخر. فقرر أن يغتال الإمام، وأرسل سما بعد سم إلى أن حصل على ذلك السم الفتاك، وأرسله إلى زوجة الإمام جعدة
وأغراها بالمال وبتزويجها من ولده، فوضعت ذلك السم في قدح لبن. ولك أن تتصور حال إمامك، كان في ذلك اليوم بأبي وأمي صائما، وجاء يريد أن يفطر عندها، فناولته ذلك القدح، فلما أصاب منه جرعات وإذا بإمامنا يشعر من فيه إلى أمعائه كأن من يقطعه بالمواسي والسكاكين. أين المنادي وإماما؟ التفت إليها: قتلتيني يا عدوة الله. ثم قام إلى فراش الألم والمرض كأني بالإمام من ألمه يقبض يمينا ويبسط شمالا. سمع الحسين بذلك أقبل لأخيه، دخل على الإمام الحسن، وصار الحسين ملازما لسرير الحسن. إلى أن حل ذلك اليوم، الحسين يسأل الحسن: كيف تجدك؟ قال: أجدني في أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا. يعني الإمام ينعى نفسه، يعني مفارق الأحبة، وأعلم أني لا أسبق أجلي، وارد على أبي وجدي. ساعد الله قلب الحسين وهو يسمع الحسن ينعى نفسه، لكن في جلسة من جلساته مع أخيه وإذا بالحسن يطلب طشتا. جاء لإمامنا بذلك الطشت، وضع بين يديه وإذا بالإمام يقذف دمه وقطعا من أحشائه فيه. أين المنادي وإماما؟ ومصيبته بينما الحسين عند، وإذا الباب يطرق. من الطارق؟ قالت: حسين افتح أنا زينب. قام الإمام يريد أن يفتح الباب وإذا بصوت ضعيف: حسين قف هنيئا قبل أن تفتح لزينب، نح هذا الطشت جانبا، أخشى أن تراه زينب فيتصدع فؤادها. رجع الإمام، نح الطشت جانبا وغطاه، وأقبل نحو الباب ولسان حاله: يا زينب المحزونة، يا زينب المحزونة، وادع الحسن في سرعة من قبل ما تفقدون. أهل السماء في صيحة والعالم في زلزال. زينب لفت لأخوها ودموعها همال. حسين خبر زينب خوها الحسن وش حال، قالها تغير لونه يا زينب المحزون. فتح الباب، أقبلت مسرعة نحو سرير الحسن. لما وقع نظرها عليه نادت: وأخاه وحسنا، لأنها رأت الحسن قد تغيرت ألوانه،
متواعدة تقطع وجعدة علينا هذيك بالكوفة وهذي بالمدينة وصابت يا خويا علينا يدير كاسات المني أيقر لزينب قرار وقد رأت حال الحسن بهذه الصورة لهذا يقولون أخذت تذهب وتأتي في حجرة الحسن مضطربة لاضطراب قلبها بينما هي كذلك وإذا ببصرها وقع على ذلك الطشت أقبلت نحو كشفت عنه غطاء وإذا بها تراه مليئا بدم الحسن التفتت إلى الحسين ابن أمي حسين ما هذا الحسين لا يرغب أن يجيبها أقسم عليك بأمي فاطمة إلا أخبرتني ما هذا أخي زينب هذا دم أخيك الحسن حينها صرخت وأخاه وحسنا أقبلت نحو الحسن آيس من أخيها سلم على الزهرة يا بعد أهلي وجدك خبر أبوك المرتضى بتقطيع جبدك يا ليتني فدوى سكنت اليوم لحدك انت حمانا والذي عشنا بفيك ما زال مضطهدا يقاسي من همومه نسألك اللهم وندعوك بمحمد صلى الله عليه وآله وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت ولي الإحسان وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين نسألك اللهم بهم أن تعجل لولي أمرنا الفرج تجعلنا من أنصاره في غيبته وحضوره اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة اللهم رد كل غريب اشف كل مريض أغن كل فقير أيد اللهم وسدد علماءنا العاملين نفس اللهم عن المكروبين اقض لنا وللمؤمنين والمؤمنات بالخصوص من سألنا الدعاء حوائج الدنيا والآخرة وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والخطباء والشهداء ومن مات على الإيمان وموتى الحاضرين والمؤسسين للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات مع إمام منصور نطلب ثاره